أما الحكومة ما دايرة معنا والو، ما دايرة معنا والو، راسنا ما دايرة معنا والو. واش ما زلت زاد 240؟ واش هذا واش هذا اللي بغى يجيب لنا حنا السلعة وبغى يمشي يدخل عندنا حنايا وحنا نسلك بالصفا، وكاين عندنا الصفا وكاين عندنا التيرت وكاين عندنا داك، واش هذا الإنسان شحال غيقول خسرني له؟ راه كيبصني قطع السكر 280. راه كيوصلني لنا ذكية تاتاتي ب 400 ريال 300 ريال. راه كيوصلني لنا الخشة تاع الدقيق، راه كيوصلها لنا حتى 4000. حتى لعني 4000 ريال. هادشي راه كثير، هادشي راه كثير، هما كيدوزوا الخضرة باليابسة. رد بالك اش غنقول لك اخي، اسمع رد بالك باش انا كاش غنقول لك على هاد الشيء. راه غادي يوصل عندنا حنا اللحم 5000 6000، لانه علاش؟ لانه انا من راسي انا ما غنبقاش نقدر نمول بهيمه، ما نقدرش نمول طور. الناس في الدقيق جات الناس عطاو لنا، قال لي اللي عدوا ثلاثه كيقولوا لهم عدوا ثلاثه كزيات، اللي عدوا ثلاثه كزيات هو اللي غنعطوه خمسه تاع الدقيق. كنتي ولد سيدي وسيدي اجي مرحبا بك، كنتي ولد فلان وولد فلان سير الله يعاوننا ويعاونك خود الفوسي. الله يجعل الله تبارك وتعالى يطفي هذا الغضب، الله يجعل الله تبارك وتعالى يحيد لنا هذا الغضب ويطفيه ويحيد هذا الشيء. مال سيدنا مسكين راه مجاهد معانا، مجاهد معانا مسكين، جاهد معانا جهاد ديال المعقول. الخدامة غالية، الزريعة غالية، الأدوية غالية، كل شيء غالي. إيوا واش غادي نديرو؟ إيوا شنو غنديرو؟ كنطلبوا الله تبارك وتعالى مال في الشتا كتسيب المطار كيزينا من السقو، كيهز معانا كيهز معانا ديك خمسة شهور ولا ستة شهور كيهز معانا. أنا دابا دوكا كنسقو أي حاجة غتسقيها تسقيها بالبوطة، والبوطة بشحال؟ كنسقو بالبوطة، كنسقو بيدك، خاصك الأدوية، الأدوية غلاو، العلف غلا. واش العلف ملي ولا الشمندر؟ داك التالي داك اللي معصور اش قال هذاك، داك المحاربة التالية دايرة 4000، 4000 50 كيلو، 50 كيلو اش غادي دير لهاد البهيمة؟ النخالة دايرة 2700 2800، زيد اسيدي ديك الفول دار 4000 ريال، زيد الزرع دار 1400 ريال، الناس راه باقي ما داروا معانا. حنا دابا دوكا كيجينا كاميو تاع الدقيق كنضاربوا عليه بركوز ديال كداك، هذا والناس اللي باغيين يديروا كيجيو يدوه البيعة والشراية، يدوه سيدريك ويخلوا سيدريك الناس المواطنين يخلوهم مساكن قاعدين دايرين، والبيع والشراية حيك عندو الشكارة، وحنا مساكن اش غندير؟ واش نضاربوا؟ غنولوا مضاربين؟ يضحكوا علينا الدوال، يضحكوا علينا الناس. كنشوفوا تنعيوا وكنساحبوا نزيدوا بحالاتنا، لاننا حنا ما باغينش، حنا ما باغين الصداع، لا بغينا الهنا، لا كنطلبوا الهنا اللي كيضمن لنا الغنى، كنطلبوا الله تبارك وتعالى يغنينا من فضله. يا ربي يا ربي يا ربي، راك وكانت الوقت عار دايره، وكانت عار مراوجه، وكانت عار مراوجه شويه دايره ودايره اش كيقولوا ليه، وكاين الشتاء حنا معلمه المغرب الاخضر معلمه. علاش هما مسمين المغرب الاخضر؟ على قبل الشتاء. اما في قضيه الفلاحه، قضيه الفلاحه يجوا عندنا حنا يسولونا وينتشروا معنا ويشوفوا وندخلوهم ونشوفوهم ونوريهم التزهيز. حنا سيدنا كيخرج لنا التزهيز، التزهيز ما كيزهجوش لنا هاد الناس. لا كنمشيو كنمشيو عند الفلاحه، كنمشيو عندهم، كان ملي كنمشيو كيقول لك سير جيب كريمه، جيب كريمه. وشكون هي هاد الكريمه؟ هاد الكريمه عاد من؟ هاد الكريمه لا حنا عندنا حنا الكريم. ملي كنمشيو شكون هو هاد الكريمه؟ كيقول لك سير عند فلان هو اللي داعم ليك، هو اللي فلان هو اللي دعم ليك، حيك هذاك فلان مالو، حيك هذاك فلان تاجر غادي دعم لينا حنا ب 5 ملايين، وقال لك سيري لي الشيك، الشيك على ديال 30 مليون وديال 40 مليون، وحنايا هذاك التزهيز طاير على 5 ملايين، ونعطيو حنايا ذاك، حنا سنا تعيينا ما بقيناش بغينا، ما بقيناش بغينا هاد الشيء. حنايا هاد الشيء حنا ندوه، يجيو معانا تجيب علينا اللجنه وديهم انا عند مدير الفلاحه. واش كيقولوا؟ اش كيقولوا؟ كيقولوا بحال هك براشمه
سير عند فلان ملي تمشي عنده هذاك يجي يقول لك باش عندنا هو باش عندنا واحد هاد زيز لا خاصك تمشي يكون عندك قريمه داك هادشي احنا ما عرفناش وسيدنا كيقول لك اودي انا مدعم دعم ليكم وعاطيكم ودير معنا احنا شايفين تعيانين رحنا حاضرين رؤوسنا وما كنعانوا والغنم كتموت الغنم بعناها بعتها ديتها هنايا ديت 20 راس ديت 20 راس والده بوليداتها بعتها ب 2000 ريال ب 3000 ريال والده بوليداتها اش غندير اللهم نفك نعطيها لخويا المواطن يعالج مراه غدي نعيجها غدي راه تاهي في يديك تعالجها ولا نخلوها تمشي انا بقرا شاريها ب 3 ملايين قرب 40000 من 3 سيدي بالنور باش جبتها ها هي دابا دوكا ها الطبيب ها هو فين ها السيرتيفيكات ديالها هما عندي ياك مشى ليا لي هذاك جا الطبيب دا من عندي سدريك 32000 اللي دا من عندي ضرب لها ليباري ضرب لها داك ضرب لها اش كيقولوا لي وفي الاخر راها ماتت مسكينه علاش خولها الركابي ديالها من العلف حيت هذاك البقر كيدير غالي وكيش كيقولوا لي ملي كان الربيع وكانت الوقت ناشطه وكانت الوقت بخير وعلى خير راه كانت بخير ولكن ضعتي في الفلوس كامل ضعت فيها والله القسم ها هي غير هاد السيمانه عاد جوج بهايم اخرين عاد جوج بقرات اخرين ثاني سيدي كثيرين بخمسات المليون خلاو لي وليداتهم صغيورين دوكا كنشري لهم الحليب دوكا من الفرماسيان ب 3200 ريال خنيشه 3200 ريال وليت كنقول انا كون عامل اللي ماتت اللهم يموتوا حتى هما يا ولادك اش غادي ندير شكون غيفكني منهم شكون غيديهم ليا شكون غيديهم اش غنديروا مشينا للمعيد العامله غاليه كتخدم معنا سديريك ب 2000 ريال والدراري تاع اليوم ما تعرفهم ولا سوقهم ساكن عيان ما يقدروش يخدموا الله يكون في العوان ايوا واش غنديروا كي غادي نديروا حنا عينا ما كنحاربوا في الزمان حنا كنطلبوا الله تبارك وتعالى يغنينا من الفضل ديالو ربي اللي كيعطي وربي اللي كيغني وربي اللي كيغني ولكن سيدنا راه واقف وراه كنصمتوا وكنسمعوا وكنشوفوا شنو هو كاين ولكن هذاك الشيء كامل ما كاين منه والو حنا ما عمر شي واحد ما جا عندنا الا دابا دوكا جيتي عندنا انت الله يجازيك بالاحسان الله يجعل ربي يجازيك بالاحسان جيتي عندنا باش عندنا كذاك هادشي راه كثير هادشي راه كثير علينا حنا راه حنايا ما اش غنديروا غنقدروا نخوا البلاد غنقدروا نخوها راه ما قدرناش نخوها حنا بوليداتنا وبيداك وباش كيقولوا لي وراه حنا ناس ضعافه قلت راه حنا هاد المسوح ليا مساكن راه ما عندهمش هاد المسوح ليا راه فيهم على النفس راه مسكن مكفاهم على نفسهم هاد المسوح ليا مساكن راه ماهماش داك راه ما كاينش المسكين كاين اللي ما عنده حتى تداك وشاد مسكين السيكتور باش ما عطى الله والله يهدينا الله يجازيكم بالاحسان حنا كنطلبوا منكم يا ساداتنا كنطلبوا منكم حنا راحنا تحت من القدام ديالكم وتحت من كلام سيدنا وحنا راحنا معاكم الى ما ردوا البال القبيله الله يجازيكم وطالعوا بينا وبزاف طالعوا بينا وبزاف اجوا ما يقولوش لكم توجهوا للقياده يقول لكم داك في التاني يجيبوا لكم هذا وهذا 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 الناس مسعونين واللي رابدين واللي دايرين راه ما دايرين معاهم والو ما دايرين معاهم حتى شي حاجه والو وليداتنا كيضيعوا في النقل كيضيعوا في المدارس كيضيعوا في داك الطرقان ما كاينش حتى شي حاجه ما كاينه والو وسيدنا نهار كاب هو تيعطي تيدعم بالمناير كيدعمها وشي دعم ما خارج واش انا امشي على هذا السكنه بغا يعطي لي نقيد عباد الله واش هذا قانون عباد الله واش الوليدات زعما دوكا ترخلصوا عليهم النقل ترخلصوا عليهم داك والنقل ما كاينش باش يمشوا ولا يديروهم 30 واحد في طوموبيل والنقل يهرب عليهم ما كاينش داك هادشي راه كثير علينا هادشي راه كثير علينا حنا كنحاربوا ولكن كون جاب الله تبارك وتعالى عالم وجاب الله الشتاء راه حنايا كنقصوا من الضيعه ديالنا وكنجاهدوا كنقصوا من الضيعه ديالنا ما كنمارسوش حنايا بشي حاجه راه والو لا نصوروا 2000 ريال الله يجعل البركه لا جابت الناس ما عطيتش تاع البنك حنا كنجيبوا عاد ديال الدرهم كنجيبوا عادك حنا فقراء راه حنا ما حناش تجار الله يجازيهم الا ما يردونينا البال شويه يردونينا البال راه الله يجعل البركه الله يجعل الله تبارك وتعالى يخلصهم
وحنا رحنا كنطلبوا الله تبارك وتعالى، كنطلبوه في الصباح وفي العشية، وكنطلبوه من الفجر اللي كينوضوا بكري وكيسيروا للجامع وكيصلوا، وكندعوا مع سيدنا الله ينصرو. راه محمرين الوجه ديالنا في عيدولة، راه كنشوفوا واش كيدير معانا، راه كنشوفوا واش كيدير مع خوتنا، كنشوفوا واش كيدير مع خوتنا الإفريقيين ولا دوك، كنشوفوا واش كيدير معانا وكيدافع مسكين ما حلتو لهذا، كنشوفوا واش كيدافع علينا على بيت القدس وعلى الحرب، كنشوفوا واش دار لينا لوليداتنا ولاد المغاربة الكبار والصغار، جايبهم من الدوار ومسافط لهم الطيار ومسافط لهم داك، هذاك الشيء راه كله هو كنشوفوا فيه، ولكن الله يجازيهم بالإحسان هاد الناس يتمشوا معاه. خاصهم يشوفوا الفلاح ويشوفوا الفقير ويشوفوا التاجر ويشوفوا كل شيء، خاصهم يراقبوه. راه المراقبه ما عندناش، راه المراقبه ما عندناش، ما دوك تحبست، حنا خرجنا من كورونا، كورونا قعدنا يسجلك عامين وحنا قاعدين، عامين كنزور السوق وما كان ما كنجيو لا السوق لا والو، لا في كورونا، خرجنا من كورونا، حنا طحنا بالجفاف، احنا من الجفاف جينا زرعنا، زرعنا باش زرعنا، زرعنا الماء، طلعنا البير، طلعنا داك، طلعنا البيار، الناس جاهدت ساكن، غرقنا بالقروض، غرقنا باش كيقولوا ليه، ايوا اش غنديروا؟ دابا كانوا حبسوا علينا لا قروض ولا داك، حتى شي واحد سير جيب سير دير سير زير، واش حنا خاصنا نستافدوا ونعرفوا الانسان اللي كان غيستافد يسهلوا معاه التسهيلات او لا نديروا او ولا ما نديروا ولا ما نسهلوش. خصهم هما يسهلوا مع الناس ويطالعوا بهم، راه كاين الشيك، شوف اخويا كاين الشيك وكاين واللي فوق من الشيك وهو المعقول، راه كاين الناس اللي كيحاربوا ما بيمجك، ولكن راه كاين الناس اللي فيهم المعقول، المعقول كيتمشوا على المعقول، كيتمشوا على المعقول، باغيين مساكين يعيشوا في الدنيا حتى نهار يزيدوا بحالاتهم، ما باغيش الوسخ. وحنايا ما بغيناش الوسخ، الوسخ خاصنا نحيدو، الوسخ خاصو يحيد، ما يبقاش الوسخ، هاد الشي راه كتير، هاد الشي راه كتير، هما كيدوزو الخضرة في اليابسة، ملي كيديرو الشتيمة يعيشو ويقعدو في القاعات، شكون كيجيبو؟ ما كيجيبوش الناس الفلاحة، ما كيجيبوش الناس اللي كيهدرو، كيجيبو كيمشيو يجيبو دوك الدراري اللي قاعدين في السبسة كيجيو يعلموهم، أما الناس اللي هما عندهم لداك ما كيعلموهمش. ما كيقولوش ليهم، كيقولوا ليهم والو، سيدنا راه معانا، ولكن هو شكون اللي خلاه يمشي معانا؟ شكون خلاه؟ شكون خلاه؟ شكون خلاه؟ شكون خلاه؟ مشينا للمحاكم، لقينا التلاعب، التلاعب في الملفات، التلاعب في داك، التلاعب في القيادة، التلاعب في بيش كيقولوا لي، احنا دابا دوكا أنا دابا دوكا جا هدان ها هو جا عندنا الشيخ تعالى قيد هذاك، ويقيد واحد وواحد ما يقيدوش، الناس في الدقيق جات الناس عطاو قال ليه اللي عدوا ثلاثة كيقولوا لهم عدوا ثلاثة قزيات، اللي عدوا ثلاثة قزيات هو اللي غنعطوه خمسة تاع الدقيق، وكاين اللي قادي على قزية وكاين اللي قادي جوج، واش جاب الدعم في القزية، القزية عندها حق والدعم عنده حق. ياك إذا أنت دوكايا بهاد الحبوب سيدنا راه غادي يديروا لنا بحكاك، إلا ما كانتش المراقبة وما كانتش المحارسة حتى هذاك الشيء راه غادي يدير، واش جاب القزية للدعم، هذا الدعم تاع سيدنا ومدعموا معانا باش وانا باش نشدوا المواشي، رد بالك اش غنقول لك أخي، اسمع رد بالك باش أنا اش غنقول لك، على هذا الشيء راه غادي يوصل عندنا اللحم 5000 6000، لأنه علاش؟ لأنه أنا من راسي أنا ما غنبقاش نقدر نمول بهيمة، ما غنقدرش نمول طور، واش أنا غنقدر نجيب ليه الخدشة ديال التمر ديال 6000 ريال؟ واش أنا غنقدر نجيب ليه الخدشة تاع الدخانة 2800؟ واش أنا غنقدر نجيب ليه الفول ب 4000؟ واش أنا غنقدر نجيب ليه البشتة ب 2400؟ واش أنا غنقدر نجيب ليه ذاك؟ إذا راه غنطلقوا هذاك الشيء، راه الفهمسر كيموتوا، وراه راهم دايرين عاجي جي عندي نعطيك شواهد، ها هما دوكا نجيبهم ليك، نعطيهم ليك مع الطبيب، ها الطبيب ها هو هنا، ها هو فينا هو، أنا مشات ليا بكرا كدير 4 ملايين ونص، اللي كدير أنا شاريها ب3 مليون قرب 40000، جوج ملايين ونص و60000 ريال، وهذيك البكرا شحال كتعطي؟ شحال كتعطي؟ كتعطي من 10 لتر حتى 15 لتر،
هذا ما دوك ما بقى لا حليب ولا حتى شي حاجه ولا داك والعسل كلشي تزاد في الثمن. ما واش عزاد في الثمن؟ ما واش عزاد في الثمن؟ حنا ما بقيناش لقينا حتى المواد، ما بقيناش لقينا حتى المواد، حنا ما بقيناش حتى المواد، ما بقينا لقينا، ما بقينا لا مواد ولا داك. على البياس حتى البياس، المازوط عرفتيه المازوط، واش المازوط زاد 240؟ واش هذا، واش هذا اللي بغى يجيب لنا حنا السلعه ويمشي يدخل عندنا حنايا وحنا نسلك في الصفا، وكاين عندنا الصفا وكاين عندنا التيرس وكاين عندنا داك. واش هذا الانسان مشى غير ولا خصني له؟ راه كيوصلني قطع سكر ب 280، راه كيوصلني الباكيه تاع تاي ب 400 ريال 300 ريال، راه كيوصلني الخنشه تاع الدقيق راه كيوصلها لينا حتى 4000، حتى لعني 4000 ريال. وهذه هذه هذه ديال الاولاد. راه اللي كنسدي ليك الوليدات كتنو الدريه خاصنا ندوها حتى للشاطي ونركبوها، وشحال تخصها بعدا تير بالاقل ما نعطوش، عطوها 10 دراهم في النهار هذه عاد باش غتغدى. وفي الاخر سيديك لا ترونسبور لا قرايه مقاده لا حتى شي حاجه مقاد لا والو، اش غادي نديرو؟ حتى حاجه ما كاينه. سيدنا كيدافع علينا وكيجاهد علينا ومعنق الدوال ومعنق الخايبين ومعنق الزينين ومعنق الخايبين، خايبين وكيعنقهم علينا باش حنا نعيشوا بالهنا. ودابا دوكا هو هما دابا دوكا ما مخلي لينا حتى حاجه والو، وحنا مع قيد وحنا مع داك وحنا مع الشيخ وحنا مع مقدم، وحنايا رحنا فينا ما نديرو المجهود مع داك القيد ونديرو اش كيقولوا ليه، ولكن حنا كلاب سيدنا ما نقدروش نفوتو. حنا كرشنا راه والد الحمد لله ودافع لسيدنا، راه ولادنا راهم عنده راهم داك، وحنا رحنا جهاد معاه بما كان، حنا رحنا جهاد معاه هو بما كان. اما الحكومه ما دايره معنا والو، ما دايره معنا والو، براسنا ما دايره معنا والو. كنتي ولد سيدي وسيدي اجي مرحبا بك، كنتي ولد فلان وولد فلان سير الله يعاوننا ويعاونك ولد الفوسي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.